الاول الف مبروك. الله يبارك فيك. نمره واحد، نمره اتنين، هو انت اشتركت ازاي في حاجه زي كده؟ الحاجات دي بالنسبه لي مبهره جدا يعني. والله انا اصلا مش طبيعتي موضوع المسابقات يعني. انا احنا من اول ما فتحت بوسطه تقريبا في 2017 هي مسابقه في الاول دخلتها، والحمد لله برضو كسبتها، وساعتها سافرت امريكا كانت مع رايز اب، وما دخلتش مسابقات نهائي لغايه ما في شهر 5 جالي يعني كلمني حد من وزاره الاتصالات قالوا لنا ان احنا رايحين الجي 20 وعايزين 6 شركات تمثلنا، وبوسطه هتبقى يعني اضافه قويه لينا وللتيم اللي هيروح. فساعتها بصراحه عمال تقول اسم الشركه، هتدفع الاعلان ولا ايه؟ خلاص فوتها بقى. خلاص. فبس فساعتها جي 20 ده حدث مهول يعني. طبعا. اكبر 20 دوله في العالم، وفي 6 دول هيجوا ك يعني ضيوف. فقلت لا لازم يعني لازم اروح عشان الموضوع، بس مش مجرد انها مسابقه، مستثمرين من اكبر دول العالم هتبقى موجوده، طبعا شركات من امريكا من فرنسا من انجلترا من كل دول العالم هتروح، فكان لازم يعني حدث زي ده نروح يعني. كده بس المنافسه شرسه جدا. جدا. غير ان انا عارف الشركه عامله ما شاء الله ايه يعني، بس منافسه شرسه، انت بتتنافس مع شركات جايه زي ما يقولك كده من دول العالم المتقدم الاكثر تقدما تكنولوجيا. مظبوط. ودخلت بقلب وخدت المركز الاول. الحمد لله. ازاي بقدر اصنف اقول والله المركز الاول ودول المركز الثاني ودول المركز الثالث؟ التصنيف بيبقى مبني ازاي او المعيار ايه؟ والله لحظه الاعلام بتاعه المركز يا سلام. ادي واحنا بنرقص. ربنا يا رب يفرحنا دايما. وده احمد وادي مؤسس شركه كانت معانا برضو. اوكي. وكسب في السيكتور بتاع الفينتك. فبتصويت الجمهور كان يعني احنا كان في 3 4 4 جوائز. المركز الثالث والثاني والاول، وفي جايزه بتصويت الجمهور. هايل. فهو في الفينتك كسب بتصويت الجمهور. كسب بتصويت الجمهور وانت خدت المركز الاول. انا خدت الاول في المسابقه المسابقه الرسميه لو صح مزبوط. التعبير يعني. مظبوط. قول لي بقى بتبقى المعايير ايه؟ يعني انا اقيس ده ازاي؟ طبعا هي بتبقى في لجنه كبيره قوي. كلها مستثمرين من الدول اللي هي الجي 20. هايل. بيبتدي في كل سيكتور ليه لجنه لوحده. يعني احنا ال6 شركات كل واحده راحت في سيكتور لوحده. المستثمرين دول بيبتدوا انت بتدخل تعمل حاجه اسمها بيتشنج، بتعرض الفكره بتاعتك. هم بقى بيقيسوا على حاجات كتير. اول حاجه مدى مش الشركه وخلاص. ايه الامباكت بتاعك في المجتمع؟ هل انت بتعمل شركه عشان لمجرد تعمل فلوس، ولا فعلا عندك امباكت حقيقي على الناس؟ هايل. دي اكبر ويت يعني. مدى تاثيرك على المجتمع. بالزبط. التاثير الايجابي على المجتمع من خلال الخدمات اللي بتقدمها. بالظبط. ده على الناس اللي بتستخدم الخدمه. طيب مدى تاثيرك على الموظفين بتوعك؟ هل انت بتهاير ستات وبتهاير رجاله اديان مختلفه؟ دي مهمه جدا. حلو. ال نموك السريع ما شاء الله، هل انت بتنمو بسرعه ولا لا؟ هل العملاء بتوعك بيحبوك ولا لا؟ هل انت هم شايفين فكرتك دي هتكبر في المستقبل وهتبتدي تنتشر لدول تانية ولا لا؟ تمام. والمستثمرين اللي حطوا فيك فلوس دول نوعهم ايه؟ فال6 7 حاجات دول كلهم بالنسبه لهم لو حطوا علامه على كل صندوق كده الشركه دي بالنسبه لهم هتتحط في التصنيف الاول والثاني والثالث.